السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم اللي غادي نديرو على نتطرقوا لواحد المشكل اللي كيتعرضوا ليه كاع الناس اللي عندهم الحواسيب، اي يعني الناس اللي كيكون عنده حاسوب وتخلي واحد المده طويله ما كيستعملوش، ومن بعد فاش يجي تيبغي يستخدم الحاسوب ديالو كيلقاه ما خدامش. دونك في هذا الفيديو غادي نوضحوا للناس كيفاش انهم يمكن يحلوا هذا المشكل بدون التجاء لاي تقني ولا اي متخصص في الحواسيب. كنتمنى الفيديو نتمنى هذا الفيديو هذا باش يعجبكم، وباش تدعمونا كما العاده ودائما بلايك وتتبعوا معنا جميع الدروس. نشرح لكم ونزيد نوضح لكم مزيان هذا المشكل هذا. غادي نحاولوا نديروا واحد التجربه على واحد الحاسوب اللي فيه نفس المشكل، يعني نفس المشكل اللي غادي يواجه الناس بالنسبه لهذا بالنسبه للناس اللي كتستعمل الحاسوب واللي فاتح الطاطو ما استعملتوش مده طويله تيوقع فيه نفس المشكل. انا غادي نوريكم دابا في الفيديو كيفاش تحلوا المشكل بكل سهوله وبدون التجاء لاي تقني. كما شفتوا اخواني اخواتي، غادي نحطوا حنا الحاسوب ديالنا هذا الحاسوب تاع المكتب. غادي ناخذوا شاشه باش نجربوا نديرو التجربة. المهم غادي نربطو الحاسوب ديالنا بالشاشة عبر الكابل تاع الكابل فيجيا اللي تياخد الصورة من الحاسوب للشاشة، وغادي نربطو الحاسوب ديالنا بالكهرباء. الآن غادي نقومو بتشغيل الحاسوب وغادي نشوفو شنو هو المشكل اللي في الحاسوب. الآن الحاسوب شغال، حتى الشاشة راه شغالة، ولكن الحاسوب تاعتنا واحد تنسميهم لي بيب 60 دي بيب سونار. هاد لي بيب هما اللي كيعلمونا كيقولولنا بلي كاين واحد المشكل في الحاسوب ديالنا. هاد لي بيب تيصدرهم بطبيعة الحال البيوس بعد ما تعمل التيست ديالو على جميع الماتيريال تاع لورديناتور، تيصدر لينا هاد لي بيب باش يعلمنا يقول لنا عندك واحد المشكل، وباش نعرفوا نتواصلوا معاه. كل بيوس كل مارك تاع البيوس عندها واحد كل بيب تديرها عندها واحد سينيفيكاسيون، يعني حنايا هاد لي بيب تيسينيفيو عندنا شي حاجه، بحال البيوس تيتواصل معنا تيتحدث معنا حنا فاهمين اللغه ديالو، تيصوني هاد لي بيب بلون بحال هكا، يعني كيعلمنا تيقول لنا سيروا قلبوا لي رام ديالكم، راه بيتيت اون رام اوندوماجي ولا عندكم شي مشكل، خليتو هذا الحاسوب ديالكم بزاف مده طويله، لي رام لي باريت ميموار دخلت ليهم الغبره شي حاجه. المهم حنا غادي نحاولوا نحلوا هذا المشكل، نحاولوا نطويو هاد لي سلوت نتاع لي ميموار لي باريت ميموار نتاع لي رام، غادي نحاولوا نطفوهم من الغبره، وغادي نشوفوا النتيجه اش بتكون. الا تكرر عندنا نفس المشكل يعني خصنا نغيروا وحده من هذوك لي رام. كما شفنا اخواني، الان غادي نحاول نفتحو الحاسوب. يعني ما نفتحو الحاسوب مضغوط الغطاء ديال الحيدة كنظن بلي كيبان ليكم الداخل تاع الحاسوب، يعني نديرو هكا باش يبان ليكم. غادي نمشيو ديريكتومون للرام، الرام هاهي نحيدو الكهرباء. هو من ناحيه الكهرباء في لاكارت مير، بالنسبه اللي كيشتغلوا في الحواسيب ما كاينش مشكل يبقى مربوط بالكهرباء، لان الفولتاج اللي تيكون تيدور في لاكارت مير تيتراوح ما بين 3-5-6 فولت و 12 فولت. هادو هما الانواع تاع الانواع تاع لي فولتاج اللي كيكونوا في لاكارت مير. المهم حنا عندنا مشكل تاع الرام، غادي نحاولوا نحلوا هذا المشكل. نمشيو للرام، هذا هو الديسك ديال بطبيعه الحال. غادي نتطرقوا في فيديو اخر لجميع هاد لي كومبوزون تاع لورديناتور، غادي نعرفوا كل حاجه شنو هي وكل حاجه لاش تصلح. المهم حنا الان هذا المشكل اللي كيلقاوه الناس بزاف في لورديناتور ديالهم، حبينا نحلوه ونحاولوا الناس ما باقيش يقع لهم نفس المشكل.
هذه هي لارام يعني random access memory. لارام هي لا ميموار ديكزيكسيون يعني هو هي الذاكره المسؤوله عن فتح البرامج ولا يعني كل ما كانت عندي لارام كبيره كل ما تكون عندي الحاسوب ديالي خفيف يعني كل ما تقدر يحل بزاف نتاع البرامج. المهم حنايا جينا لارام هي هادي من الافضل لارام ناخذوها بهذه الطريقه لان في هذه سيركوي صغار خاطر تكون واحد الشحنه في الجسم ديالنا الا قسنا هذه السيركوي تتحرقوا ولكن من الافضل ناخذوها بهذه الطريقه هذه ما نقصوش لي سيركوي ديالها. وباش نشوف واش المشكل عندنا من الرام اللي ما بقاتش خدامه ولا فقط شويه تاع الغبره اللي كاينه في الحاسوب ديالنا غادي نحاولوا نطفوا لي سلوك تاع الرام ناخذ شي تاع السباغه عاديه ونطفوا بها لي سلوك تاع الرام كنطفوها بطريقه هكا كناخذ حتى الرام حتى هي عذرا ما نقدرش ناخذ البليت الاخرى باش نطفاها غادي نحطها هنايا حتى هي تكون بلا تنطفى ممكن تكون شي حاجة بعد ما نطفنا هاد لي سلوت نتاع هاد الاماكن اللي كان كيدخلوا فيهم لي رام يكون مزيان غادي نرجعو لارام لبلاصتها حاول نشوفو شحال فيها باش اذا كانت مصالحاش نجيبو رام اخرى نرجعو ردو البال مع لارام كيكون فيها واحد الحفره بحال هكا هاد الحفره خاصها تجي في بلاصتها اذا ما جاتش بلاصتها ما غاديش تدخل مزيان دونك تاكد باش تحاول ترد البال مع لي رام كنا واحد الوقت ندير واحد لي براسلي اللي شارجي واحد الشارجي تكون في الجسم تاع الانسان لي براسلي وقت ما ضرباتك الشارج مع الناس اللي كيخدمو في الالكترونيك تياخدو دي الشارج من هاد لي سيركوي الكترونيك كنا كنلبسو هاد البراسلي هي اللي كتحاول تتفرغ هادوك لي شارج باش ما يوقعش لينا لي كورسيكوي ولا يتحرقو لنا لي كومبوزون. المهم بعد ما ركبناها غادي نحاول نديرو بحال بلي نشغلو الحاسوب ديالنا ولكن بدون استعمال الكهرباء يعني تنخويو لا ميموار ديالو تنوركو على البوطون تاع الشغيل ومن بعد غادي نركبو كهرباء ونحاول نديرو سموه كما لاحظتو الحاسوب ديالنا اشتغل لكن عندي مشكل هنا في المونيتور نحاول نغير هاد الشاشة ناخدو شاشة أخرى عندنا فيها مشكل نحاول ناخدو شاشة أخرى لأن الحاسوب اشتغل مبقاوش مبقيناش كنسمعو هادوك لي بيب نحاول ناخدو شاشة أخرى إلا المشكل عندنا في الشاشة كذلك ولكن مبقيناش كنسمعو لي بيب شاشة أخرى كما لاحظتوا الحاسوب ديالنا اشتغل يعني فيه فقط واحد شي ايغور في السيستيم ديالو عطانا واحد الميساج فوتر اورديناتور رونكونتري بروبليم اي دوا ريديماري نو سيليكتون سامبلومون دي زانفورماسيون ريلاتيف او ايغور يعني خصنا نديرو ليه غوديماراج اف vous pouvez ensuite redémarrer l'ordinateur هو تيدير واحد الحساب ديالو غشتو
0%, يعني il va effectuer le redémarrage après 100%. المهم الحاسوب ديالنا اشتغل بعد ما كان تعطينا لي بيب بعد ما كان ما خدامش فقط بسبب واحد شويه تاع الغبره لان بزاف الناس يوقع لهم هذا المشكل بحكم انني اشتغلت في هذا الدومين بزاف كان بزاف الناس تيجيو عندنا وتيقول لك بلي الحاسوب ديالو خسر ما بقاش يشعل هو فقط كان مشكل تاع لا رام ردوا البال فتحوا الحاسوب ديالكم اي حاسوب حاسوب بي سي بورتابل ولا بي سي بيرو فتحوا الحاسوب ديالكم حاولوا تاخذوا هذيك لاباريت ميموار اللي هي لا رام وتنظفوها مزيان تنظفوها من الغبار وتنظفوا الاماكن ديالها وعاودوا ردوها لبلاصتها حاولوا ديماريو بدون استعمال الكهرباء يعني حاول تبرك على داك البوطون باش تخوي لا ميموار تاع الاورديناتور من بعد استعمل الكهرباء وشعل الحاسوب ديالك وكنظن 90% غادي يشتغل الا ما كانش مشكل نتاع لارام اذا كان ما كانش لارام هي اللي خاسره خصنا نبدلوها وكنتمنى باش تكونوا استفدتوا من هذا الدرس انا غادي نحاول ندير لكم ديمونستراسيون اخرى بالبي سي بورتابل واخا المهم غادي نحاول نوريكم على الاقل المكان اللي كتواجد فيه لارام في البي سي بورتابل باش الى واجهتوا نفس المشكل تلقاو كيفاش تحلوه ننتقل الان للحاسوب المتنقل يعني بي سي بورتابل بالنسبه للحاسوب المتنقل كاين بزاف نتاع الشركات وبزاف نتاع التقنيات كل شركه في وضعها لي باريت ميموار ديالها يعني لي رام الا انه تيبقى العرف اللي تعرفوا الناس بزاف ان لي تكنيسيان بزاف ان جميع او اغلبيه تاع الشركات تتوضع في ديزاين في لي ديزاين ديالها واحد الغطاء تحت الحاسوب هو اللي تيكون وراه لي باريت ميموار يعني لي رام بالنسبه لهذا الحاسوب اللي عندنا دابا اولا تحكتو بصفه عامه بالنسبه لجميع الحواسيب اللي كتلقى ديفيس كتحلهم وكتلقى عاد كتلقى لي كومبوزون اخرين يعني كتلقى ديسك دور كتلقى لي رام كتلقى البروسيسور تلقى الفونتيلاتور ديالو تلقى المهم كلشي تحت هذاك الغطاء وكاين بعض الشركات اللي كتعمل غطاء مخصص لاي كومبوزون يعني كاين اللي كتعمل لك غطاء نتاع 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 لي رام كاين كتعمل غطاء نتاع الديسك دور كتعمل غطاء كل غطاء مخصص لواحد هاد الكومبوزون يعني بالنسبه لهاد الحاله اللي عندنا حنايا عندنا غطاء كبير ما فيهش لي فيس فيه واحد لي فران هو في فرناج تحلوه وتندفعوا هاد لابارتي اللور وتتحل لنا الغطاء نتاع الحاسوب بالنسبه اللي تيكون فيهم بزاف نتاع الاغطيه صغيره كل حاجه مخصصه تتلقى واحد السين اللي غادي يبان لكم في الفيديو حاليا هذاك هو اللي كيعني بلي هذيك هي البلاصه نتاع لارام هذا السين اللي غادي تشوفوا هو اللي كيعني لنا بلي البلاصه نتاع لارام هذاك هو اللي غادي تفتحوه وغادي تنظفوا ديك تحيدوا لارام وغتنظفوها حنا نكملوا بهذا شوف واش غادي نستطاع نفتح هذا الحاسوب لا انا قفلتو هادي راه بحال هكا كما شفتو حنا فتحنا الحاسوب ديالنا فتحناه كما كنشوفو كاين هنا ديسك دور هنا كاين كارت واي فاي هادو هما لي رام جوج تاع لي باريت ميموار هنا كاين الباتري نتاع الحاسوب وهنا كاين عندنا الفرفاره اللي تيكون غالبا تحت من هذا البروسيسور ولا تيكون في جنبها لان سيستيم دو فونتيلاسيون سيستيم دو فرواديسمون تاع التبريد تيكون تيجي من الفرفاره وتيدوز البرد من هذه النحاسه وكيبرد لينا لي كومبوزون اللي بغيناهم يبردوا بحال البروسيسور بحال كارت جرافيك مهم هذه هي ستركتور تاع هذا الحاسوب بالنسبه للرام كاين فيهم جوج الفرانات تندفعوهم على برا وكتحل الرام ها هي وكنخرجوا الرام بحال هكا هذه هي الرام تاع البي سي بورتابل الا وقع لينا نفس المشكل اللي شفنا الحاسوب الاخر كانوا لي بيب ولا الحاسوب
تيشعل الدور الفنتيلاتور وما تيبانش في لافيشور والو، كتبان الشاشه سوداء، يعني ان المشكل عندي غالبا غالبا يعني 70% او 80% من هاد المشاكل تجي من الرام. اذا الى برونشيت البيسي بورطابل ديالي شعلتو شعلو هذوك لي البولات نتاعها نتاعو الشعير ودارت الفونتيلاتور وما بان ليش والو في الاكران، يعني راه عندي نفس المشكل نتاع الرام. غادي نجي نفتح البيسي كما قلنا ونجبد الرام ونطوي هاد البلاصات تاعهم ونرد الرام نردها ببساطه ونورك عليها وتنفعل لتحت تتسد. كما قلت في هذاك الفيديو في بالنسبه للبيسي بوست تنفتحو نحاول نحيدو اي حاجه متعلقه بالكهرباء، يعني نحيدو الباتري، نحاول نحيدو الباتري، نفتحنا وهذا باش نحيدوه خصنا استعانة ب كما قلت اخواني بعد ما تنحيدو الباتري كنحاول نفتحو الحاسوب ديالنا كنحاول نعملها هاد الطريقة، نحاولو نديماريو نحاولو نضغطو على الزر نتاع الإشعال مدة طويلة باش يخواو هادوك لي شارج لي كاينين في الحاسوب حتى لا ميموار تتخوا، لأنك حيت تيبقاو لي شارج تبقى لي مارش لا ميموار شادة شي حاجة، لي كونفونساتور تيخوا كلشي تيخوا، ومن بعد تنرجعو الباتري لبلاصتو وكنغلقو هاد الغطاء السفلي وكنعاودو نفتحو الحاسوب باش نشعلوه ونتأكدو بلي العملية تمت بنجاح. كما شتو الحاسوب ديالنا كيشتعل، يعني المشكل تحل. كما شفتوا اخواني اخواتي حنا حاولنا نحلوا هذا المشكل، يعني قمنا بالحل تاع مشكل اللي ممكن يصادفوا بزاف الناس وما يحتاجوش فيه التقني باش يساعدهم ولا شي واحد الاحترافي اللي كيمارس هذا المهنه باش يساعدهم. مشكل بسيط كان بزاف الناس تيضيع عليهم الوقت ديالهم وكيضيع عليهم شحال من حاجه، احنا الحمد لله حاولنا نحلوه ولقينا ليه الحل ديالو وبارطاجيناه معكم باش تستافدوا منه حتى نتوما ما تضيعوش الوقت ديالكم، يعني لان اي واحد ممكن يطيح في هذا الموقف. الا مثلا خلى الحاسوب ديالو مده طويله ما استعملوش دخلت ليه شويه الغبره ولا وقع فيه شي مشكل تاع لي شارج ممكن يطيح في هذا المشكل. لهذا كنتمنى باش تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وكنتمنى باش تدعمونا بلايك، لان لايك تعني عندي عندها واحد المعنى كبير عندي بانكم استفدتوا بطبيعة الحال من هذا الفيديو. وكنتمنى وكنشكر بزاف الناس اللي كيتبعونا وكنتمنى باش يبقاو متبعينا لان مواضيع كثيره في هذا المجال هذا كتسنانا غادي نحاولوا نناقشوها وغادي نبداو كما قلت في النوبه الاولى غادي نبداو من الصفر باش نحققوا واحد الكمية تاع المعرفة كبيرة إن شاء الله ونحققوا نجاح كبير. وكنتمنى لكم نهاركم مبروك وإلى اللقاء في الفيديو المجيء إن شاء الله.